صباح الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. صباح جميل، صباح سعيد، يا رب دايما تكونوا بأحسن خير. بالمستندات، الأزهر يوافق على إشهار إسلام الشاب المسيحي يعاني من اضطراب نفسي وتأخر في القدرات العقلية والذهنية. تداول عدد من رواد الفيسبوك على نطاق واسع صورة شهادة إشهار إسلام صادرة من لجنة الفتوى بالأزهر الشريف لشاب مسيحي يدعى ميلاد سعد فهيم من قرية توه بمركز بابا بمحافظة بني سويف. كما تداول آخرين شهادة طبية لنفس الشاب من مستشفى الصحة النفسية ببني سويف تؤكد أن الشاب يعاني من اضطراب نفسي وتأخر بالقدرات العقلية والذهنية، وسبق احتجازه بمستشفى الصحة النفسية ببني سويف. وتساءل عدد من رواد الفيسبوك، هل الأزهر يمنح شهادة الإشهار لأي شخص دون التأكد من يقين إيمانه بالدين الإسلامي؟ هل الأزهر يريد مسلمين حقيقيين أم جثث لأشخاص لا يعرفون شيئا عن الإسلام؟ وهل القائمين على عملية الإشهار من لجنة الفتوى بالأزهر لم يلاحظوا أنه لديه تأخر عقلي وذهني؟ كما تساءلوا من الذي قام باصطحاب الشاب إلى مشيخة الأزهر؟ وهل يوجد مجموعات منظمة قائمة على عمليات إشهار إسلام الشباب والأقباط المسيحيين بمركز بيبا؟ لأنه في نفس اليوم 29/8/2022 خرجت أيضا شهادة إشهار شاب مسيحي يدعى بسام كمال وهيب من قرية قنبش الحمراء بمركز بيبا أيضا. نحن نضع هذه المعلومات المتداولة على صفحات الفيسبوك أمام الجهات الأمنية المصرية لإغلاق هذا الباب، وهو باب للشر والفتنة والانقسام، يحاول استخدامه أهل الشر لإشاعة مناخ الانقسام في المجتمع ولوقف مسيرة التنمية والبناء والتي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ميلاد سعد فهيم، إنها روشتة ومختومة بختم النسر، وهذه شهادة أيضا بإشهار إسلامه. وأقول بكل صدق، وأقولها بكل صدق، ليس هناك فتنة لمجرد ذئاب شاب مسيحي لدار الإفتاء وإشهار إسلامه. كل شخص من حقه أن يعمل ما يريد، كل شخص من حقه أن يعمل ما يريد، ولكن يريد أيضا إذا أراد الشاب المسلم أن يذهب للمسيحية فليكون له السهل إلى ذهابه. نحن انتهرنا القس زكريا بطرس أو القمص زكريا بطرس لمجرد أنه يحاول أن يشهر بالدين الإسلامي أو أنه يحاول أن يسيء بالدين الإسلامي، ولكن نريد أن تكون هناك دولة مواطنة، دولة حقيقية. وقد سمعنا أيضا أحمد علام، الطفل شنودة وجد بحمام كنيسة، ما يعني أنه لأم مسيحية. الجهات المختصة رأت أنه الأولى أن يكون مسلما حين تستمع لحديث الأسرة المسيحية التي ربته منذ أن كان رضيعا ستحزن وتتألم بشدة. علق الكاتب والمفكر أحمد علام على أزمة الطفل شنودة الذي وجد بحمام كنيسة، ما عكس أن أمه قد تكون هي من تركته، وطالما اختارت الكنيسة لترعاه فذلك يعني إنها مسيحية. احتضنت الطفل أسرة مسيحية لا تنجب وربطه منذ أن كان رضيعا، إلى أن الشرطة أخذته وأرسلته لدار أيتام، وتم تغييره بالفور من اسمه شنودة إلى يوسف، واعتبروه مسلما بالفطرة.
هل هذا من المعقول؟ هل هذا ما يصدقه؟ وحين تستمع لحديث عم فاروق فوزي والد شنودة الطفل شنودة وإلى بكاء والدته لا تملك إلا أن تحزن وتتألم بشدة، فلك أن تتخيل أن أحد ما انتزع منك طفلك الذي ربيته منذ كان رضيعا حتى بلغ 4 سنوات بحجة أنه طفلا وجداه ملقى بحمام كنيسة وليس من حقها منح اسمهما، وقد يكون الطفل لأمة المسلمة ما يدعه التضامن الاجتماعي. والحقيقة أنها أفضل، أنا أفضل أن يكون شنودة الطفل شنودة مجهول الأب الذي ربته الأسرة المسيحية على أنه ابنهما مسيحيا، على أن يكون في من أطفال الشوارع والذين يصلون لمليون حسب أقل التقديرات ومليونين حسب أعلاها. وكفانا فكر القبيلة الذي دمر كل شيء جميل في بلادنا منذ السبعينات. ولو مررنا على الشق القانوني للأزمة، فمنذ 4 سنوات وجد كاهن كنيسة عم فاروق طفلا بأحد حمامات الكنيسة، ما يعني أن الطفل لأمة مسيحية لا يدري أحد إلا الله قصته. ويعلم الكاهن أن أسرة عم فاروق فوزي لم ترزق بأطفال، فكان أن أعطاه لهما معتبرا أن الله أرسله لهما وأرسلهما له ومنحاه حنانا وعطفا وسعادة ووهباه حياة محترمة واسما وإنسانية تقية مجتمعا لا يحترم ما لا اسم له. وحاليا وبعد 4 سنين طمعت إحدى قريبات الأسرة في الميراث الذي سيحصل عليه شنودة في شجع وطمع، فأبلغت الجهات المختصة أن الأسرة تربي طفلا ومنحته اسمها وهو ليس ابنها، فتكون مخالفا للقانون الذي لا يقر التبني بمنح الاسم، ما يجعل الأسرة التي ربت وتعبت وأطعمت وصارت مزورة. وكان إن قامت الجهات المختصة بأخذ الطفل وإيداعه إحدى دور الرعاية ثم منح اسما جديدا في الحال، ويقال أن الجهات المختصة رفضت منح اسما مسيحيا وعلى اعتبار أنه طفلا مجهول النسب، والدين والأولى أن يكون مسلما بمنطق وفكر القبيلة. والآن لنتخيل الطفل بدلا من أنه سيشب في أحضان أسرة وأب وأم ومكانة اجتماعية محترمة، سيتربى في دار رعاية مجهول الاسم والنسب والتعليم والمستقبل والمصير. ثم ما المشكلة في إبقاءه لأسرته مسيحية؟ فقد وجده الكاهن في كنيسة وربته الأسرة المسيحية، وليس أفضل من أن يكون ابنا للشارع؟ أيعد هذا إنصافا؟ أما في عالم موازي لعالمنا، فإن إنجيلنا ممثلا هيليود التي لا تؤمن بأديان قد تبنت 40 طفلا من أطفال اللاجئين مختلفي البشرة والأديان وربتهم جميعا وأنفقت عليهم مالهم واستهلكت عمرها وأصيبت بالكنسر. إنجيلينا هي ما فعلت ذلك وشفيت بحب 40 طفلا أنقذتهم من هلاك محقق، منهم من صار لا دين مثلها ومنهم من صار مسلما ومسيحيا أو بوذيا، لكن جمعتهم تلك السيدة فأصبحوا إخوة بالدم رغم أنهم ليس من رحم واحد. هناك في العالم الأول حيث يدخل من يشاء إلى المسجد أو إلى الكنيسة أو المعبد اليهودي أو المعبد البوذي يؤدي صلاته ويخرج للعالم يحاول تقديم شيء مفيد على الأقل فبالنسبة له فقط، فلا يعيش في أوهام على أطلال طنطنة الحناجر التي تصدح بالاستعلاء ونما أساس. هناك حيث لديهم بورصة الاقتصاد والأعمال والتكنولوجيا، لكن هنا لدينا بورصة المتحولين للأديان.
هناك حين سئلت أو حين سئلت أنجيلا ميركل عن اللاجئين في بلادها، قالت إن القانون يحكم الجميع، فالسنة والشيعة المتقاتلان ببلدهم يسكنان مع بعضهما هنا في نفس البناية، وكل ما في حاله، وكل لا يتدخل بشأن الآخر ولا عبادته ولا أفعاله، لأنه يحكمنا نظام يكفل للجميع الحماية ويضمن لكل إنسان حق العبادة وحق الاعتراض على ما يزعجه، وعليه حق احترام الدولة لهم طالما يحترم الآخرين كما يكفل نظامنا محاسبة من يخالف المبادئ التي تقوم عليها من الآلام العظيمة هناك، حيث استحقت تلك الشعوب بعد أن طوت صفحة مآسي جروب بسرداب وردموه ودسوا عليه، بينما في مجتمعنا لازال فكر القبيلة يسيطر على عقلنا الجمعي. فهل هناك من منصف؟ أين أنت أيها السيد الرئيس؟ أين المواطنة؟ ونعلم جيدا أن رئيسنا المحبوب عبد الفتاح السيسي لن يصمت أبدا عن ما يحدث، ولن يسكت أبدا عن هذه المهازل باستخدام القانون. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معك.